معك يا ريم إلى عالم الفن والمشاهير، إذا شوقت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها بصور جديدة نشرتها من كواليس فيلمها الجديد واللي بيتم تصويره الآن في فرنسا، وبحسب الأخبار المنتشرة فمن المتوقع أن يكون بقالب كوميدي، وهي أول مرة تظهر فيها الفنانة هيفاء بأدوار كوميدية. ليش لا؟ ليش ما أعتقد أن أول دور كوميدي، أنا أتذكر شفت لها مسلسل هو مش كوميدي كوميدي، ولكن كانت ترى هيفا لها الحس الفكاهي جميل بالضبط، يعني عندها هذه اللمسة لطيفة جدا، وحلو انه الفنان يتنوع ونشوفه في ادوار مختلفة، يعني مثلا لا تستغرب لو شفتوني امثل انا في يوم من الايام، او شفتوا انه لبنى في دور كوميدي في الكوميديا العميقة خلينا كذا اضحك مرة، فهذا شيء مرة حلو، دائما نقول الفرصة متاحة للجميع، وبما اننا